هل ممكن اشرح لي واغنى 5 بلوجرز في مصر ارباحهم ما تخطرش على بالك، وعندهم فيلل وقصور وعربيات وفلوس وكمان كل اللي قلبك يحبه وما يخطرش على بالك، وعايشين بره وثرواتهم تسد عين الشمس؟ اجمد واغنى 5 بلوجرز مولعينها جوه مصر وبره مصر. الاول شاكر، واللي خاربها على التيك توك اسمه الحقيقي محمد شاكر من المنصورة، وعنده 29 سنة، كان دحيح ودخل كلية الهندسة، لكن طموحه وكان نفسه يطلع ضابط، وأول ما جات له الفرصة ساب الهندسة وحول لكلية الشرطة، وبسبب كفاءته بعد ما اتخرج اشتغل في المباحث على طول، وأول ما وصل لرتبة نقيب اتكرم من مساعد أول وزير الداخلية بعد ما قدر يمسك أكبر عملية تهريب، طن نص ذهب خلف أسوار. لكن بالصدفة شاكر دخل على ابلكيشن عبارة عن شات، وبسبب وسامته اتعرف جامد، وبعدها بدأ يفتح لايفات على الابلكيشن دوت، ولما لقى الموضوع بيجيب فلوس كتير بدأ على التيك توك، وبدأ يدخل جولات ويجمع هدايا، وعداد الفلوس كان شغال الله ينور، لغاية ما وصل لمليون وتلتمية ألف متابع على التيك توك، وكمان وصل لربع مليون على الانستجرام، وأصبح ما بيعملش حاجة غير إنه بيلم فلوس من هنا ومن هنا، لحد ما قدم استقالته من الشرطة واتفرغ للملايين اللي جاية واللي هطلبت عليه من السماء. لكن بداية شكل الحقيقية واللي خلته فارق بثروة كبيرة عن باقي البلوجرز اللي معاه، هو انه دخل مسابقة كبيرة جدا في لبنان وخد فيها المركز الاول، وكسب 15 مليون جنيه في 5 ساعات بس، غير انه كسب كمان ايفون 15 ذهب وساعة وخاتم وسلسلة الماس. شاكر معاه عربيتين، واحدة لاري سعرها اكتر من 20 مليون جنيه، والتانية مرسيدس بدبي ثمنها حوالي 5 مليون جنيه. ورغم كل العز اللي هو فيه من السوشيال ميديا، لكنه بينصح الشباب انها تذاكر وتتعلم وتاخد شهادة، لان دي اكتر حاجة هتنفعهم في الحياة. رقم 2 التاني هو مدان، وهو يعتبر مشهور بان هو صاحب الكتيبة 3 سبعات، واشهر واحد على التيك توك اسمه الحقيقي محمد خالد. اتولد في الصعيد محافظة سوهاج، وتربى في حي شبرا في القاهرة، عنده اخين اصغر منه، وكانت الاسرة حالتها تقطع القلب، فاضطر مدام ان هو ينزل يشتغل وهو عنده 11 سنة، وبقى يشتغل اي حاجة وكل حاجة تجيب فلوس، لحد ما فتح كشك صغير في مصر الجديدة، وكان بيحب ان هو يصور فيديوهات وهو بيلعب بابجي وينشر الفيديوهات دي على النت. وفي يوم واحد صاحبه بعت له وقال له انه في ليك عندي فيديو عدى 60 مليون مشاهدة، ونصحه ان هو يعمل لايفات بوشه على التيك توك، وقال ان هو قال له ان هو بيجيب فلوس كويسة جدا. وفعلا مدام خد بالنصيحة وعمل اكاونت على التيك توك، بدأ يطلع بوشه، وكان اول مكسب ليه 530 جنيه في اول ساعة، 530 جنيه في اول ساعة. ولما لقى الموضوع مربح ساب كل اللي وراه وبدأ ان هو يتفرغ للتيك توك. من هنا عمل تيم من صحابه مكون من 60 ألف شخص، عمل تيم مكون من 60 ألف شخص، وسماهم كتيبة 3 سبعات. ولما البلية لعبت معاه بقى يعمل خير كتير قوي، كمان له فيديوهات وهو بيعمل أعمال خيرية لناس كتير في الشارع. كمان من أشهر فيديوهاته فيديو باسم لم أتعاطف مع بنت عندها كانسر، لما تعاطف مع بنت عندها كانسر وحلق شعره زيرو تضامنا معاها، وربنا كمان كرمه عشان اللي بيعمل خير ربنا بيكرمه، ربنا فتحها في وشه بعد كده كمان من وسع، وبقى يكسب من التيك توك أرقام خيالية، وكان بيوصل لحوالي من 5 ل 10 آلاف دولار في الشهر من فيديوهات التيك توك لوحدها، يعني حوالي تقريبا كده 300 ألف جنيه مصري. قدر بعد كده يفتح شركة قطع غيار سيارات، وعنده عربية بيجو 508 سعرها أكتر من 2 مليون جنيه،
وجاب شقة بثلاثة مليون جنيه، ربنا يوعدنا، في مكان راقي جدا في البلد، وكمان رصيده في البنك رقم كبير جدا ومرعب. كمان شركة تيك توك صنفته بأنه أقوى بلوجر في الشرق الأوسط. التالت اسمه نادر رسلان دونجوان مصر، اللي عايش في إيطاليا، هو اسكندراني وعايش في إيطاليا، وما سابش واحدة هناك في إيطاليا إلا لما بسها. كان 45 كيلو وزنه ما زيدش عن كده. قال على بنات مصر إنهم شبه جعفر العمدة، ومسمي نفسه الفرعون المصري. كمان بيتكلم أربع لغات، عربي وإنجليزي وفرنساوي وإيطالي. في وقت اللي كان فيه كورونا الله يعودها، زي أي حد قرر إن هو يعمل فيديوهات على السوشيال ميديا، ولما الناس قعدت تتريق عليه وعلى نحافة جسمه، رغم إن هو كان شكله وسيم، قرر إن هو يجيب مدرب خاص وقدر إن هو يخسس وزنه ويوصل لـ80 كيلو، وبدأ ينزل الشارع ويصور مع اللي رايح واللي جاي، وقدر يصور فيديوهات وقعد يوصف للي عايشين هناك في أوروبا إن اللي عايش في أوروبا يعتبر عايش عيشة تشبه يعني عيشة مرفهة جدا وحلوة. وبعد كده لما لقى المحتوى اللي هو بيقدمه دوت جاب مع الشباب المصري، استغل الموضوع وبقى يعمل فيديوهات عنه كتير. لما لقى زي ما قلنا المحتوى دوت جاب معاه كتير وعرضه على الشباب المصري، وبقى يصور فيديوهات ويصور فيديو هو بيبوس البنات هناك في ايطاليا، لكن اكتر حاجة شهرته زي ما قلنا، وطلع في فيديو والبنات اتلمت عليه وقعدوا ان هم يبوسوه، وهو كمان بيقول لهم ان هو اسمه عنتر. كان طلع الفيديو ده بيقول للبنات ان هو اسمه عنتر وان هو شحات وجعان، وفضل يغني الساعة بخمسة جنيه والحسابة بتحسب، وجمع مبلغ محترم في الفيديو ده. ونادر معاه فلوس كتير قوي لدرجة ان هو ظهر في مرة وهو ماسك 6000 يورو. لما ظهر وهو ماسك 6000 يورو دولت، قال ان هم دولت ارباح يوم واحد بس من السوشيال ميديا، ودول يعملوا حوالي 300000 جنيه بالمصري. كمان حسابه على التيك توك عليه حوالي 1.5 مليون متابع. كمان الفلوس معاه مش عارف يصرفها في ايه، عقبالنا زيه ان شاء الله. رابع حد معانا وهم حمدي ووفاء. حكايتهم بدأت سنة 2018 لما حمدي جابر زوج وفاء كان شغال موظف في شركة بترول، فقرر ان هو يعمل قناة على اليوتيوب ويعمل فيها ونسيت اقول لكم ان هو كان شغال في شركة بترول ولكن هوايته كانت الكمبيوتر. ولما قرر ان هو يعمل قناة على اليوتيوب ويعمل فيها برامج تعليمية عن الكمبيوتر، ولكن القناة دي فشلت بعد اكتر من مرة. في الوقت ده وفاء اقترحت عليه ان هي تدير هي القناة وتعمل محتوى اكل للناس، بس هتطلع في الاول من غير وشها. فعلا غيروا اسم القناة، وفعلا غيروا اسم القناة لاسم دايما عامر مع وفاء، عشان هتعمل عليه محتوى اكلاته كده. كمان عملوا محتوى عن الشخصيات ووصفات الاكل. بعد كده شوية كده ولا حاجة غيروا اسمها تاني وخلوها يوميات حمدي وفاء، زي ما تحضركوا بعد كده غيروها وسموها يوميات حمدي وفاء، وساعتها طاقة القدر اتفتحت لهم لحد ما عملوا ثروة من قناة اليوتيوب، وبقى يدخل لهم في السنة حوالي 4.5 مليون دولار، يعني بالمصري دلوقتي اكتر من 200 مليون جنيه. يا رب وعدنا. كمان عندهم فيلا كبيرة في مصر تمنها يعدل 20 مليون جنيه، وفيلا فخمة في دبي، والتالتة في تركيا. كمان حمدي جاب احلى عربية موديل السنة وكان تمنها معدي 2 مليون جنيه. كمان فتحوا مطعم كبير في مصر الجديدة وسموه جمهور حمدي وفاء. وفي المكانة الاخيرة احمد حسن وزينب، ودول بدأوا من 10 سنين ويعتبروا من اشهر البلوجرز الموجودين في مصر، وكمان هو ثروتهم اكتر من 50 مليون جنيه.
كمان عايشين دلوقتي عيشة الملوك في أمريكا، عايشين عيشة الملوك دلوقتي في أمريكا وعندهم أكتر من 10 فلل. وأحمد اشترى عربية مرسيدس ثمنها 3 مليون جنيه، كمان عندهم بيت في الإمارات ثمنه 1.5 مليون دولار، وكمان مطعم كبير بيعمل فراخ تشيكن. أما بالنسبة لقناة اليوتيوب بتاعتهم عملوها من وبالنسبة زي ما قلنا القناة اليوتيوب بتاعتهم عملوها من سنة 2015، ودخل على حوالي 9 مليون متابع، وقدروا يعملوا من القناة دي حوالي 9 مليون جنيه في السنة، والفسح بتاعتهم ما بتخلص، وكمان كل 2 3 في بلد شكل، وربنا يرزق الجميع، ويا رب عقبالنا زيهم ان شاء الله. وبكده بنكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاع النهاردة. يا ريت تشتركوا في القناة وتدعمونا بلايك وشير كتير عشان تشجعونا عشان الفيديو يسر بحركات بحث. اضغط زر الجرس على الخير اول او الكل علشان يصلكوا كل جديد، كل اشارات الفيديوهات اللي بنقدمها. وبنعتذر عن الاطاله.